نادي الاتفاق من أندية الشرقية شمال، موقعه في ولاية إبرة، ولاية القابل، الموقع في الجانب الشرقي من عمان، في نقطة تتوسط الطريق الذي يربط بين ولايتين إبرة وبجية، وهي مزيج من سلاسل الجبال الممتدة في أنحاء عمان وأشجار النخيل التي تتخلى المنازل الولاية وتستوعب تراثها وتاريخها الممتد ومظاهر التحديث التي شملتها القابل في إحدى الولايات الكبيرة في السلطنة، وتشتمل على 17 قرية أشهرها المضيرب. وكما هي غنية برجال الفكر كذلك غنية بتراثها، فعلى اتساع الولاية تشاهد العديد من القلاع والحصون، ويوجد فيها 70 قلعة وحصن. ومنذ القدم أهل القابل يعشقون الفروسية وهم مولعين بها، لذلك اتخذ من الحصان العربي شعارا للولاية. ولاية إبرة تعتبر عاصمة لمحافظة الشرقية شمال. إبرة هي ولاية قديمة يرجع تاريخها إلى ما قبل الإسلام، هي من بين ولايات السلطنة تقدما، تطل على الطريق الرئيسي الذي يربط مسقط بالجانب الشرقي من عمان. بتسميتها قصة، حيث أنه أحد أبنائها كان من صناع الرماح، فاشترى أحد من قوات الجيش أيام حرب البسوس مسقطا حادا، فأعجب بصناعته فقال له: لا أملك شيئا من المال لكي أعطيك إياه، ولكن خذ هذا الاسم وسميه باسم بلد إبرة، لذلك سميت باسم إبرة. هي الكثير من المعالم الأثرية والسياحية مثل قلعة الظاهر في قرية اليحمدي. وإذا تحدثنا عن الشباب في الولايتين، فإن الشباب يجمعهم نادي اسمه نادي الاتفاق، والذي تم تأسيسه في عام 2002 عندما سمح للأندية بالاندماج، فاتفق نادي إبرة مع نادي المضير التابع لولاية القابل، وتم الاتفاق على اختيار اسم الاتفاق ليكون اسم لناديهم. زمان كان نادي المضير من الأندية المعروفة وخاصة في كرة القدم، لأنه من أوائل الأندية المشاركة في دوري الأضواء. تأسس نادي المغيرب في عام 1977، وكذلك نادي إبرة. وعند الاندماج تحققت الكثير من الإنجازات الرياضية والثقافية والاجتماعية والدينية. يترأس نادي الاتفاق الأستاذ محمد بن سلوم الشكيري، الذي يعمل ويجتهد لكي يصل بنادي الاتفاق إلى منصات التتويج في مسابقات كأس حضرة صاحب الجلالة السلطان المعظم للشباب. حقق نادي الاتفاق عدة إنجازات، وحصل فريق كرة القدم النسائي المركز الأول في دوري عمان للصالات موسم 2019-2020، كذلك حصول على درع وزارة ألعاب القوى. فريق كرة القدم في نادي الاتفاق حاليا يتواجد في دوري الدرجة الأولى. أبناء إبرة والقابل، نادي الاتفاق.